هلا يمه، ها وش رايك بالمفاجأة؟ أبشرس وصلت مكة وباخذ العمرة. علمي أبوي إني وصلت، بس لا تقولي إلا إني رايح مكة مثل ما اتفقنا. أم عامر. سم. عامر وصل ولا لا؟ الحمد لله وصل ويسلم عليك. الحمد لله. الله يسلمك وياه. وين راح الحين؟ إن شاء الله إذا رجع بيقول لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين اللي يقول بروح مكة يوم بريح وبرجع يوم ثاني؟ أبد، شفت نفسي نشيط، قلت يا رجال دام خلصت عمره بدري أرجع للرياض. ما شاء الله، الله يتقبل منك وثبتك. وأنا ما قلت أنك راح مكة، لأن العمره ما أخذها عنك. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا بتعتبر عن؟ إيش دعوة يبا، بسم الله عليك، الله لا يقوله. بس قلت أنت يعني كبير في السن، ويمكن يعني ما تقدر تاخذ عمره زحمه وكذا. انا ما في الا العافيه، اقدر اعتمر واقدر احج بعد. طيب جبت زمزم؟ اي يا اخي الله خير. بعد اذنكم بروح اريح. هذا جساده الولد يبي فرحك، كان قلت له كلمه حلوه. قلت جزاك الله خير. انا حسبته بيفرح بيستانس، لكن للأسف غسل شراعي زي العادة. ما أدرى هديك راح أنت تقوله ما تقدر تزين عمره، أكيد أبي عصب يذق صدره. طب وش أسوي، هذا أسلوبي ما أعرف أعبر. طيب يمكن حتى هو ما يعرف يعبر هو نطالع عليه. قالوها ابن الوز عوام. أهم حاجة إحنا مستفيدين، فواكه وزمزم. ها المرة الجاية نبغى ذبيحة. هلا يبا سمسم. أبشر أجيب لك لبن. طب تبيه كامل وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. ودي أعرف وش السر، ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه حبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وداخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا روح كمان بس ستوب. أتحداك البرادة البطلة. اسمع، أبيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان أبوي إذا دخل وإذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا أنت عايز؟ لا أبوي اسمع علي. أنا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه حي ما مات. أوه أنا في صوي غلط، هذا مشكلة. أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، اسم مشكلة. أنا كيف أسوي؟ ما أبوي أنت الحين، أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. إيش سوي يا لهين؟ خلاص خلي الموضوع علي. هاي يبا، وش رأيك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وأنا أبوك. الله يكتب أجرنا وأجرك. يعني حبيت الفكرة؟ أي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكرة حبيتها؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطأ مطبعي. شيل اللوحة وخلي البرادة واذلف. أبشر صديق، أتقر انقص أصان يبضى. أنا صغل سباكة أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه سرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر سم يبا، وش هالصوت؟ دريل. ها خرجت الجار
إيه خرقته علشان مد مويه البرادة. الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافية. شيل البرادة، ما ببرادة ولا بك شيء. الحين أنا أروح مكة وادعي له وأحط له برادة علشان الأجر، وبالأخير يدعي علي. صاحي أنت، أنت ارتكبت خطأ عظيم. الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان، لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار، تجي أنت خارق أبو دريل. طيب في أين البرادة؟ أسكت لا عامر، يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، أبي أفهم شيء واحد، أنت ليش مشكل عمرك وتسوي كل ذا؟ أبي أبوي مثل أبوك، ودي أحس أنه يحبني. تصدق بعض الأحيان ودي أقول له خليك مثل أبو ياسر. صدق فكرة حلوة. ما أقول أنت، والله لو كل أبوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي أنا وأبوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي، بس بتلميحه. والله فكرة. أبوي سمي يبا أمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جال القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات.